بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، شوطا تلو الشوط هنا بهذه الانطلاقات الجميلة، شوطنا 14 ينطلق بحفظ من الله ورعاية. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين. اذهب هناك إلى مخلاب للسيد مايد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، بينما اللي في المركز الثاني، اللي في المركز الثاني هناك اللي هو أشوفه اللي تسلل ما شاء الله بطاش لمحمد بن علي بن مطر النيادي، وثالثا من يأتي في هذه اللحظات اللي في المركز الثالث أيضا بنتعرف على اللي في المركز الثالث هناك اللي هو يحمل مدوخ لمحسن بن سالم بن حمود بن سالم الوهيبي، وفي المركز الرابع هنا مولع سلطان بن محمد بن علي الملعاي، وفي المركز الخامس مبلش مطر بن علي برشيد الاجتبي، وسادسا هناك شاهين خليفة بن سيب بن شاسب المسافري، المركز السابع ما شاء الله رعد أحمد بن عبيد بن حميدان، وفي المركز الثامن شعار بن حلوة أيضا من يأتينا ثامن المراكز ناصي سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، وفي المركز التاسع ما شاء الله من يصل في كفو لراشد بن خلف بن علوان هناك، ولا في شعلان خليفة بن محمد بن قحيد، وفي المركز العاشر هناك السريع لمحمد بن عبيد بالدبيلة. هكذا كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالهو التمام، هكذا كان الوصف التفصيلي. يلا ودنا قدام، اذهب الى الامام يا خليل لنتعرف عن صاحب المركز الاول، عن صاحب المركز الاول مولع سلطان بن محمد الملعاي. يلا يا مايد مخلاب، مايد بن احمد بن عبد الله بن محمد بالهلي من قدم مخلاب على السيطره، النقله على المركز الثاني هناك شعار بن رشيد مطر بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي، ولكن بالدبيله قادم ايضا عنده موضوع في هذا الامر محمد بن معه بن عبيد بالدبيله مع السريع. الله يا مبلش مطر بن علي بن رشيد الاجتبي ما شاء الله، ولكن مخلاب مايد بن احمد ادنه بالدبيله مع السريع، ولكن سلام الى المره هناك، الى المره الى رشده، سلام الى رشده، شكرا يا بن رشيد، شكرا يا بن رشيد، ابلشهم في اللحظات الاخيره مطر بن علي بن رشيد الاجتبي، تهانينا والناموس وزق الله دارك يا بن رشيد على هذا الاداء الجميل، هذا الاداء المميز. المركز الثاني هناك اللي في المركز الثاني ايها الاخوه للسيد مايد بن احمد بالدن، المركز الثالث محمد بن معبد الدبيلي، المركز الرابع للسيد سلطان بن محمد الملعاي، وفي المركز الخامس شعار بن شاسب في خامس المراكز خليفه بن سيب بن شاسب المسافري، دقيقتين او ثلاث دقائق ثانيه 72 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس.